الارتباط من المحافظة. الشيء الآخر يعني احنا مو مسألة يعني خاف توصل الفكرة انه المعلمين خرجوا على مود يطالبون بعلاوات وترفيع مسائل مادية شخصية، لا احنا اكبر من هذا، احنا طلعنا من اجل مستقبل اطفالنا، من اجل مستقبل وطننا. شنو لحد الان؟ لحد الان احنا في مدينة الصدر 49 مدرسة مهدمة، ما انبنت صار بحدود 7 سنوات. الدوام الثلاثي طالب 3 ساعات يداوم في كرفانات، احنا احكي لك في منطقة حي طارق، يعني طالب ب 2021 مدرسة كرفانية وانتم تسمعون عن الحرائق وكذا، كلها سبب الكرفانات. طالب ما يتحمل والله العظيم درسين وتلقاه مغمى عليه لانه وضع مزري. يعني وزارة التربية هي يعني ما تعرف بهذا الموضوع، موضوع الكرفانات، موضوع الدوام الثلاثي، يعني ماكو تحرك اتجاه بناء المدارس، اتجاه تطوير المدارس. البناء المدارس من خلال المحافظة، من خلال المحافظة. وزارة التربية يعني مسألة نقول كتب قرطاسية كذا، بس مسألة البناء ومسألة المسائل الأخرى المتعلقة بالأمن، مسألة محافظة بغداد. لكن لو تنزل ترجع الصلاحيات للوزارة، الوزارة تقدر تقوم بواجبها على الوجه الأكمل. شلون تشوف واقع التعليم بالعراق خصوصا التعليم الإلكتروني حاليا؟ تحدث لنا عنه. احنا بالنسبة للتعليم الإلكتروني هو يعني نقول حال لابد منه، لانه بسبب الوباء، بسبب الاعداد، النتيجه اللي راح تطلعها احنا نعرف بسبب الوباء، بس النتيجه الجيل اللي راح اللي يطلع طبعا النتيجه، انا اقول لك اياها النتيجه ما مو بالمستوى المطلوب، لانه احنا كنا طالب يداوم دوام حضوري، مع هذا احنا نحس انه مو ذاك المستوى، فكيف اذا كان دوام حضوري ودوام عن بعد؟ فالالكتروني ما خلينا نقول ما يجدي نفعا بصوره صحيحه وبصوره جديه مثل الدوام الحضوري، خاصه في الصفوف الأولية، الصف الأولية يتطلب أنه حضورها قدام المعلم. لكن نتأمل أنه الأمور ترجع على السنة القادمة بركة من خلال قلة الإصابات ومبادرة الناس للتلقيح. يعني قبل تجي جائحة كورونا احنا عندنا مشاكل بالمدارس، من نقص بالمدارس خصوصا أطراف بغداد، وأيضا حزام بغداد هي تعاني من قلة المدارس، وايضا نفس ما ذكرت دوام ثلاثي يصير بهذه المدارس. مدارس الاطراف خاصه يعني وصل حتى اكو دوام رباعي، اكو مدارس دوام يعني اربع مدارس في بنايه واحده. هذا سببها شنو؟ سببها اكتظاظ عدد التلاميذ، الزخم الطلابي الحاصل في المناطق. وسببها الاخر هو عدم يعني عدم وجود بنايه مدرسيه جديده لفك الازدواج. فهذا مدارس هي نفسها باقيه والعدد التلاميذ ازداد، اذا يتطلب انه يصير دوام ثلاثي ودوام رؤ... وبالتالي من المتضرر؟ المتضرر هو التلميذ حقيقه. اشكرك شكرا جزيلا.